الحركات والقدره والكلام ده. اجهزه الغسالات، تعالى الوان الاجهزه، الغسالات، المكففات، نعم، البوتاجازات، الثلاجات، السخانات الميه، دولك في يوم من الايام كانوا كلنا بنتنشا عليهم. صحيح. الصناعات الحديديه، نعم، الشرايط، نعم، النحاس، المواصلات، حلوان الظهر الرمادي، الصلب الكربوني، كل دي مغذيات للصناعات الثانيه. تمام. المعصره للصناعات، عدادات الكهرباء، عدادات الغاز الطبيعي. طيب معلش انا اسف. كل المصانع ال 21 عماله مدنيه؟ طبعا طبعا. ما انا معاك. ايوه حاضر حاضر. جود بوينت. صح. كلهم بالكامل عماله مدنيه. ممكن تلاقي القائد او رئيس الاركان. بشكل عام. عشان اكون بس واضح. أيوة. الحراسه بتاع المصنع جندي. طبيعي. انما الذي يعمل جوه. أيوة. هو عامل مدني، وعندنا في القوات المسلحه اسمها اداره العاملين المدنيين، ولهم نوادي لهم، ولهم مستشفى خاصه بيهم، عند كله كله. انت مجمع الفوسفات اللي اتعمل في السخنه، انا كنت معلقه مختار قبل ما يمسك الهرة العربيه التصنيع. قال لي انا عندي 2000 موظف مدني. مصنع واحد. لا بس ده مجمع. مجمع بتاع الفوسفات. 2000. نعم. مدني. نعم. بشققهم بكلهم، فهمني، كل ده مدنيين. ما فيش العسكري ما تقدرش تجيبه ليه يا احمد؟ نعم. ده بيقعد سنتين ويمشي. نعم. انت راجل ده بتقعد تعلمه سنه. نعم. وبعدين تستغله طول العمر. نعم. وفي قسطه وقسطه، يعني الكلام ده موجود. عظيم. خلاص. نخش بقى على الهيئه العربيه. كل اللي فات ده وزاره الانتاج الحربي. 21 مصر. ندخل على الهيئه العربيه للتصنيع. الهيئه العربيه للتصنيع، نفكر الناس تاني انها اتعملت ايام رئيس السادات، وكانت مشاركه من كل الدول العربيه. لما عملنا كامب ديفيد انسحبوا، ولكن بقى عندنا هيكل جميل جدا. كمان 20 مصنع؟ 20 مصنع كلهم هم. تمام؟ اتفضل. هتشوف بقى هنا بتعمل ايه؟ نخش بقى على المصنع مصنع. الصوره اللي بعد كده. اللي بعدها. مصنع على طول. الطائرات ده من اوائل المصانع في حلوان، زي ما قلت لك عملنا فيه القاهره 300 و500 احنا والهند. نعم. كانت اول طياره نفاسه، وحصلت النكسه ما كملناش. لكن النهارده بيصنع طيارة التدريب حلوان 200، دي مصري، طيارة التدريب للكلية الجوية بدل ما تستوري. وانت عندك طيارة التدريب الفاجيت اللي هي الفرنساوي بتصنعها في مصر، تعمل عروض الجوية. العروض الجوية. بالظبط. طيارة التدريب كي 8 الروسي. نعم. طيارة التدريب طيار بدون طيار، دي احنا كلها بتطلع. مصنع سيماف بتاع السكة الحديد. سيماف عندنا بقى مصنع قادر. طب قبل سيماف، امبارح كان معانا سيادة اللواء مختار على التليفون، فكان بيتكلم انهم عرضوا في فرنسا بعض اجزاء قطع طيارات تعامل مع الجانب الفرنسي. الرافال اجزاء اتعملت هنا واتعرض. اتفضل. لسه هنتكلم في دي بقى. طيب. لان دي ماسكاها الهيئه العربيه للتصنيع. اللي هي برضه نسرح للساده المشاهدين، مفيش مصنع في العالم بيعمل كل حاجه. خلاص. انا كنت ملح عسكري في تركيا. الرينو كانت بتصنع في تركيا، عارف تابلو العربيه؟ مصنع في تركيا بس بيصنع تابلو العربية، بيصنع مثلا 1,000,000 ويبعته ايه؟ لرينو.